ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة نتائج فرق القطاع خلال الأسبوعين اللي فاتوا. احنا طبعا الأسبوع اللي فات ما كناش موجودين مع حضراتكم علشان كان مباراة جيما الأثيوبي كانت مذاعة حصرية على قناة النادي الأهلي، وبنشكر طبعا كل الزملاء اللي غطوا تغطية ما شاء الله ممتازة. فاحنا بنعرض لحضراتكم الأسبوعين اللي فاتوا نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2005 وفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة على مركز شباب زينهم 12-0. مواليد 2004 فوز برضو كبير للنادي الأهلي على النصر 6-0. مواليد 2004 برضو الأهلي والدرب الأحمر 4-2 وفوز النادي الأهلي. مواليد 2001 ومباراة كانت كبيرة جدا قدم فيها نجوم النادي الأهلي مباراة كبيرة جدا 2-0 فوز على نادي الزمالك في ملعبه في 100 عمر. مواليد برضو 2001 في نفس الأسبوع الأهلي والإسماعيلي في إسماعيلية وفوز النادي الأهلي 3-1 نتيجة كبيرة وأداء رائع ما شاء الله ل 2001 أداء ونتيجة. مواليد 2000 الأهلي والاتصالات وفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 7-1 على الاتصالات. مواليد 2000 برضو المباراة الثانية الأهلي والسكة الحديد 4-0 وفوز النادي الأهلي. مواليد 99 الأهلي وسموحة مؤجل علشان كان هناك في أمطار في اسكندرية، أمطار غزيرة فتأجلت المباراة دي. المباراة الثانية الأهلي والمقاولين العرب انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مواليد 97 الأهلي والنجوم وفوز النادي الأهلي 2-1. الأهلي 97 برضو الأهلي وإنبي وفوز النادي الأهلي 2-0 في الثواني الأخيرة، وكانت مباراة رائعة برضو لشباب النادي الأهلي بقيادة الكابتن عادل عبد الرحمن. دي كانت نتائج فرق القطاع الناشئين خلال الأسبوعين اللي فاتوا. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنستعرض مع حضراتكم نتائج أسبوعين علشان كان عندنا هنا مباراة جيما الأثيوبي بطل أثيوبيا اللي كانت حصرية على قناة النادي الأهلي، وبنشكر صراحة كل القائمين وكل الزملاء اللي غطوا تغطية مباراة جيما ما شاء الله غطوا تغطية ممتازة على شاشة قناة النادي الأهلي.